مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المنظمة الخيرية العالمية للمياه هي منظمة خيرية تطوعية تعمل من أجل توفير مياه صحية نقية ونظيفة للمجتمعات الريفية بهدف حل مشكلة ندرة المياه. لاحظت المنظمة ذلك العناء والجهد الذي تبذله أغلب المجتمعات الريفية في السودان من أجل الحصول على شربة ماء نقية، مما أدى بشكل مباشر إلى تأخر في تنمية تلك المناطق وعدم توفر الأمن والاستقرار. وقعت المنظمة عقدا لتنفيذ عدد 3 أبار بدعم من بنك الخرطوم عبر برنامج المسؤولية الاجتماعية ليتم تنفيذها في ولاية شمال دارفور في 3 مواقع في معسكر زمزم وقرية جوز وقرية الكومة. المنظمة الخيرية العالمية للمياه منظمة خيرية تعمل على سقاية العطشة في الريف السوداني بل بكل ريف إفريقيا، وهي معتمدة على تطبيق مبدأ المشاركة في التنمية والتشبيك، مشاركة مع المجتمعات وتشبيك مع المنظمات والجمعيات، وكذلك بتعتمد دعمها على الخيرين وتعتمد على تطبيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية من خلال الشركات والبنوك وأهل المال الذين يستفيدون من المجتمع من خلال إنتاجه. أثبتت المشاريع المنفذة حوجة المستهدفين لها، فما لبث أن تم الانتهاء من تنفيذها حتى هب المستفيدون الذين تخدمهم هذه المشاريع للاستفادة منها. واتضح ذلك من الاستبيانات التي أجرتها المنظمة أن هنالك تنمية حقيقية بدأت تتحقق، وأحلام أناس طفت إلى سطح الطموح، وسعادة غمرت نفوس التعابة من رحلة البحث عن المياه. سعداء سعداء وكم سعداء. شكرا لإخواننا في المنظمة الخيرية العالمية للمياه، وأيضا شكرا يمتد إلى بنك الخرطوم، ليه؟ لأن إخواننا هؤلاء الناس حيوا لنا مشروع حي وجعلنا من الماء كل شيء حي، وشكرا يمتد أيضا لإخواننا في الهيئة وأخونا الرئيس المعتمد، وشكر لصحة البيئة، ونتمنى أن نزود بمثل هذه المشاريع المفيدة للمجتمع. نحن جاهزين ونبذل التزامنا للبنك وكل المسؤولين تجاه مثل هذه المشاريع. مشاريع محطة المياه تلك أثرت في طموحات قاطني تلك القرى، فاتجهوا إلى التفكير بإنشاء مشاريع صغيرة عبر فرص التمويل الأصغر، وهذا يعتبر مؤشرا لبداية مرحلة أخرى من التنمية التي أسستها المسؤولية المجتمعية ببنك الخرطوم. والله بصراحة هذه البئر أدت الغرض تماما، لأن المواطن الساكن في هذا المكان كان بيعاني معاناة شديدة كيف إنه يصل لمحل المويه هناك. فأنا من هنا عبر هذا المنبر بحيي رئيس المنظمة الخيرية، وتحية خاصة لبنك الخرطوم، وبقول لهم يعني ربنا يضع لكم مجهودكم الجبار ده في ميزان حسناتكم. مرأة هذه المحلية مرأة نشطة، مرأة منتجة، مرأة مكافحة ومجاهدة، وأي عمل يعني أوكل إليها ينفذ حالا إن شاء الله. فأنا من هنا بناشد هذه الجهة إنه يمدونا بمشاريع تساعد هذه المرأة بتحسين مصدر دخلها، وخاصة المشاريع الزراعية. والله أنا بنطلب منهم يعني يجيبوا لنا مشاريع استثمارية عشان نزيد مصادر دخل الأسر خاصة للمرأة، يعني عشان ما يخلينا زول الطرف عشان يقول أفضل من فلان وفلان. بالنسبة لناسنا في مزارعين وفي ناس بهاي دينا كلهم عايزين تمويل، وعنينا عهد لكم عدنا ناسنا دين شعلوا قروش برجعوا لكم للبنك. يا ناس بنك احنا اخواننا دايرين يقولون تمويل مجالات كثيرة، الرعبي والزراعي وبالأخص العنصر النسائي. الحمد لله نحن نشكركم على ألف شكر على خدمكم الذي قدمتوه في هذا المعسكر، بخاصة معسكر زمزم هشدات. نحن كنازحين هشدات، ولكم ألف شكر.
حتى أطفال النساء والأولاد والرجال والأمهات جميعا نشكرهم على ألف شكر. وما زال نحن نطلب منكم أشياء بنك خرطوم الضفاف المساكين في معسكر من شدة الغذاء، ونطلب منكم مشاريع الزراعية الرعوية جميعا نطلب منكم على حسب سهامكم قد تساهمون لا تنسى. أنا نطمن أي زود دار مبلغ قريش وهاجة أنا دامي شان تدي مبلغ شان الرجل يستطيع نفعل لوجه الله سبحانه وتعالى. فيا أهل جوز نبشركم إن شاء الله تعالى سوف نرفع رأي قال كلامكم هذا لمدير المنظمة دكتور حسن حسن الله ولبنك السودان ولبنك الخرطوم إنكم قادرون على استزادة المشروعات، وإن شاء الله نعدكم بباقي محطات مياه وجزاكم الله خير. الله أكبر.